إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فقد أمركم الله بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أيها المؤمنون، تعوذوا بالله من الفتن، فإن الفتن تذهب بالعقول وتعمي البصائر وتزل بها الأقدام وتضل بها الأعمال. قال الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن، ما الخمر صرفا أي خالصة بأذهب لعقول الرجال من الفتن. يقضى على الأمر، يقضى على المرء في أيام فتنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قالوا: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عندما سئل: ومعنا عقولنا ذلك اليوم، قوله لا، أي ليس معهم عقل رشد ولا هدى ولا سداد لاستحواذ الشيطان على قلوبهم وتمكن الغواية من أفئدتهم. أيها المؤمنون، إن أعظم الفساد في الأرض بعد الشرك بالله تعالى قتل النفس التي حرم الله، ولذلك نهى الله ورسوله عن ذلك نهياً بليغاً، وأمر الله تعالى ورسوله بالاحتياط في ذلك حتى في مواطن الخطر وفي مواقع القتال والنزال. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً. فجعل الله مجرد إلقاء السلام موجباً للاحتياط والتوقف في دم ملقيه حتى في أرض القتال وفي أثناء النزال. بل الأمر أبعد من ذلك، فقول لا إله إلا الله أثناء المقاتلة يصون دم صاحبه. جاء في الصحيح من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة
فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل. قال: قلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فليت شعري: ماذا تظنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً لو رأى رؤوساً تحز وتقطع وأصحابها يرددون لا إله إلا الله؟ روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذاناً كف عنهم، وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم. وفي رواية لمسلم قال رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار. فسمع رجلاً يقول: الله أكبر، الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة. فليت شعري: ماذا لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرتدي حزاماً ناسفاً قاتلاً، ثم يأتي قوماً اجتمعوا في بيت من بيوت الله أجابوا داعي الله سجداً وركعاً فيفجر نفسه بينهم؟ أهذا دين من أرسله الله رحمةً للعالمين؟ أين هؤلاء المفسدين؟ عما رواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نهيت عن قتل المصلين. أم أين هم؟ عما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم واتهم بعدم الأمانة، فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال: تلك قسمة لم يرد بها وجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ فولى الرجل ولم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم ووعظه. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتله لكونه من المصلين. أيها المؤمنون، إن من أعظم فتن هذا الزمان ضرراً وأشدها على الإسلام خطراً فتنة التكفيريين المفسدين الذين يكفرون أهل الإسلام بجهل وهوى، ويستبيحون دماءهم، ويرون أن قتلهم أولى من غيرهم، وهؤلاء هم شرار الخلق. قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه. استمع إلى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء: هم شر الخلق والخليقة. وقد جاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: من أبغض خلق الله إليه. وإنما كانوا شر الخلق والخليقة لأنهم صدوا عن سبيل الله، لأنهم تسلطوا على خيار الخلق وعلى أولياء الله، لأنهم زعموا أنهم أعرف الناس بالإيمان، وأنهم أعلمهم بدين الإسلام،
وأنهم أشدهم تمسكاً بالقرآن، وهم منه في بعد وخلاء، والكتاب والسنة منهم براء، فظلوا وأظلوا، لم تزل الأمة منهم في بلاء وفتنة من عهدها الأول إلى يومنا هذا. أيها المؤمنون، من ضلال هؤلاء وتلاعب الشيطان بهم وتزيينه لهم سوء أعمالهم وقبيح اعتقادهم أنهم جعلوا قتل المصلين من أعظم النصر ومن أفضل الجهاد، وهم بهذا يكررون ضلال أسلافهم وأشباههم من أعداء الإسلام. فها هم مشركو مكة يلقون على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى وهو ساجد، ويخنقونه إلى أن عصمه الله تعالى منهم. وها هم مشركو مكة يقتلون أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة عام الفتح وهم يصلون، حتى قال قائلهم: لا هم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، وهم أتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فاستجاب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع من جمع، وجاء الله بالفتح المبين ونصره على المشركين، ففتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة بسبب الاعتداء على خزاعة وهم يصلون. وها هو أبو لؤلؤة المجوسي يقتل أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو يصلي بالناس صلاة الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو سلف هؤلاء الأشقياء الشقي الخارجي عبد الرحمن ابن ملجم يترصد لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ويقتله وهو خارج لصلاة الفجر. وها هو الشقي الخارجي الآخر عمرو بن بكر ترصد لقتل عمرو بن العاص في الصلاة، فلم يخرج عمرو إلى الصلاة لمرض أصابه واستناب خارجه فصلى مكانه، فقتل خارجة على أنه عمرو، فلما قيل له قال: أردت عمرا وأراد الله خارجه. أيها المؤمنون، إن الاعتداء على المصلين بالقتل والأذى لا يتجاسر عليه من في قلبه إيمان وإسلام، لذلك لم يفعله في تاريخ الأمة إلا أهل الكفر والشرك وأهل النفاق والزيغ والضلال، الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا عزيز. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، فتقوى الله تدفع البلايا وتجلب الخيرات، تقوى الله يصيب بها الإنسان سعادة الدنيا وفوز الآخرة. أيها المؤمنون عباد الله، إن أعداء الإسلام لن يألوا جهداً في الإضرار ببلاد المسلمين والنيل منهم بكل وسيلة وسبيل وطريق، وإن بلادكم هذه بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية هي مأرز الإسلام وحصنه الحصين، فيها قبلة المسلمين، فيها مسجد سيد الأولين والآخرين، هي مقيمة لدين الإسلام ومعظمة لشعائره ومحكمة لشرائعه حسب الطاقة والإمكان. لا يألو أهلها وحكامها جهداً في القيام بما فيه عز الإسلام والمسلمين، وقد حبان الله تعالى في هذه البلاد مع ذلك الفضل وسابق الخير أمناً واستقراراً،
ثروةً واقتصادًا، فكانت هذه البلاد في عين الحاسدين قذا، وفي حلوق الحاقدين غصةً وشجا. لذلك كان نصيبها من عداء أعداء الله أكثر من غيرها من بلاد المسلمين، فسعى المفسدون للنيل منها بكل وسيلةٍ وسبيل. ونحن على يقين بأن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأن الله سيخيب سعي هؤلاء المخربين الذين يسعون في الأرض فساداً ولا يصلحون. ومن أولئك الأعداء هؤلاء التكفيريون الذين صاروا لأعداء الله تعالى أداةً للنيل من بلاد الحرمين وزعزعة أمنها. ومن جملة سعيهم الخبيث ما يسعى إليه تنظيم الفساد والشر، داعش من تفجيرات لزعزعة أمن هذه البلاد. ومن آخر إجرامهم ما جرى من تفجير آثم في مسجد قوات الطوارئ بمنطقة عسير يوم أمس الخميس 21 من شهر شوال. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. رحم الله من قضى وتقبلهم في الشهداء، وعجل بالشفاء للمصابين، وأفرغ على ذويهم صبراً، وعلينا فكلنا بهم مصابون. أيها المؤمنون، إنه ليس أقبح من بشاعة جريمة تفجير بيت من بيوت الله وقتل المصلين فيه إلا فكر ضال منحرف زين هذه الأعمال الشيطانية وخطط لها وألبسها زوراً وبهتاناً، خداعاً وتضليلاً، ثوب الجهاد والشجاعة. وما هي والله إلا إفساد وخيانة وانحراف وغواية يقف وراءها كل عدو لهذه البلاد المباركة، بل كل عدو للإسلام، ويفرح بها الحاقدون المتربصون. وها نحن نقول، ها نحن نقول بملء أفواهنا لداعش الشر والفساد ومن وراءهم من أعداء الملة والدين: خبتم وخسرتم، والله خبتم وخسرتم. فنحن اليوم أكثر بصيرة بضلالكم، نحن اليوم أكثر علما بانحراف منهجكم. لقد تساقطت شعاراتكم وتبين للعالمين ضلالكم، فأين أنتم عن منهاج النبوة؟ أنتم خلافة على منهاج الانحراف والغواية، أنتم خلافة على منهاج الغدر والخيانة. نحن اليوم ولله الحمد أكثر اجتماعاً وأقوى لحمةً وأصلب عزيمةً في مواجهة كيدكم وكبركم ومكركم. ونقول لكم إن استهدافكم لرجال أمننا هو استهداف لنا جميعاً، ستجدوننا بإذن الله صفاً واحداً في مواجهة عدوانكم وإفسادكم. أيها المؤمنون، لا بد من الحذر والوعي، فإننا مستهدفون جميعاً، مستهدفون في ديننا، مستهدفون في قيادتنا، مستهدفون في أمننا، مستهدفون في مكتسباتنا، مستهدفون في اجتماعنا، مستهدفون في كل ما ننعم به من النعم الدينية والدنيوية. فلنكن جميعاً يداً واحدة على المعتدين الظالمين، لنكن جميعاً صفاً واحداً لمحاربة المفسدين الحاقدين، لنكن أيها المؤمنون حراساً أمناء وحماةً نجباء وأعواناً لرجال أمننا في إفشال كل من يسعى في بلادنا بالفساد والشر. حفظ الله علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ووحدتنا وديننا، وسلمنا من أشرار من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لا إله غيره، يا حنان يا منان يا رب العالمين، أن تكفي هذه البلاد شرور المنحرفين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا من التكفيريين والصفويين والصليبيين والصهاينة، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ادفع عنا بقوتك، واحمنا بعزتك، واجعلنا في كنفك، ادفع عنا بعزتك يا عزيز يا حكيم. اللهم من أراد المسلمين في كل مكان بشر فأشغله بنفسه،
اللهم أشغله بنفسه وأبطل كيده، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم، اللهم لا تقم للبدعة والشر والفساد والتكفير راية في الأرض، إنك على كل شيء قدير. اللهم أتهم من حيث لا يحتسبون، واقذف الرعب في قلوبهم، أفشل مخططاتهم، اكشف سترهم، افضح مكرهم، ادرع عنا بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والرشاد والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفق ولاة أمرنا إلى ما تحب وترضى، سددهم في الأقوال والأعمال، كلهم معينا ونصيرا، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا يا رب العالمين. اللهم سددهم ووفقهم وأعنهم وبصرهم بما فيه خير العباد والبلاد، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ جنود أمننا وحراس بلادنا في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك، وكلهم يا رب العالمين في كل حال وأمر. اللهم أجزل عطاءهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وأفشل أعداءهم، واجعلهم غانمين منتصرين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام وأهله، وأن تذل الكفر وملله، وأن تحفظ علينا أمننا وديننا، وأن تيسرنا لليسرى، وأن تصرف عنا السوء والفحشاء. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.